كده برضو نروح لموضوع تاني وتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللي استوقفني فيه الحقيقة رقم خطير جدا جدا بيهم كل الناس اللي قاعدة تسمعنا دلوقتي. طلع الجهاز الموقر وكشف عن زيادة ضخمة في أعداد العاطلين بنسبة 7.5% مرة واحدة، لأن إحنا الآن عندنا بطالة في مصر بنسبة 7.5%. الرقم ده يا جماعة رغم نغمة المشاريع الكتير وإنجازات الدولة الجديدة والجمهورية الجديدة، بس الناس ممكن تقول لي طب ما هو 7.5% دي دلوقتي ولا من كام شهر ولا إيه اللي حصل؟ إيه اللي أدى لهذه القفزة الضخمة في أعداد العاطلين؟ الإحصائية بتقول أو بتتكلم عن 2.2 مليون عاطل أغلبهم حملة شهادات، بزيادة تقدر ب96 ألف مصري خلال آخر 3 شهور فقط. يعني العاطلين في مصر الآن وفي خلال 3 شهور زادوا 93 ألف موظف، أو عفوا 96 ألف. طيب خلينا نشوف الخبر المركزي للإحصاء بيقول ارتفاع البطالة إلى 7.5% من قوة العمل، لدينا 2.2 مليون مصري عاطل، 80% منهم من حملة الشهادات. والنتيجة طبعا منطقية جدا، وهي زيادة مرعبة في أعداد الشباب اللي بيهربوا من الواقع ده إلى جحيم المخدرات. وادي أهو الخبر اللي بيتكلم عن 114 ألف مريض اللي هو يعني مدمن في المحافظات. 114 ألف، رقم مفزع الحقيقة. وكتب عنه السيد هيثم أبو خليل بوست وقال كارثة هائلة لما يبقى 114 ألف شاب في مصر تتراوح أعمارهم من 18 ل 25 سنة، اللي هو في بداية عمر الزهور زي ما بيقولوا كده، لسه في بداية حياته تماما، يعني يتقدموا لصندوق علاج الإدمان طالبا للعلاج. ودول اللي تقدموا، في ناس أكيد ما تقدمتش، يعني مش بس العدد ده، مش بس هم الناس المدمنين في مصر، احنا بنتكلم عن الناس اللي عايزة تتعالج، الشباب اللي عايز يتعالج. يعني الإجمالي ما الله أعلم كام، يعني هو حتى نفسه سأل نفس السؤال، بيقول يبقى إجمالي عدد المدمنين كام لما يبقى رقم اللي عايزين يتعافوا فقط 114 ألف. ويبقى السؤال، معلش خلينا بس نكمل، يبقى السؤال دي، ويبقى لازم نسأل هو فين بتوع مكافحة المخدرات؟ وليه إمكانيات مكافحة المخدرات مش زي جهاز الأمن الوطني؟ رغم أن شباب مصر هم الأمن الوطني والقومي وكل المستقبل. والله دي وجهة نظرك يا أستاذ هيثم، لكن الناس اللي شغالة دلوقتي بتدير البلد واضح أن ليها وجهة نظر أخرى. تعالوا كده نشوف الخبر ده، هو أرشيفي طبعا، يونيو اللي فات كان بيتكلم عن تضامن البرلمان بتقول 10 ملايين مصري يتعاطون المخدرات. 10 مليون، وثلاثة مليون مدمن، و11 مليون مدخن. احنا 100 مليون عشر الشعب مدمن، على اختلاف بقى اشكال المخدرات والحاجات اللي طالعه جديده بقى، وفي ترند كمان الشاب بقى ومش الشاب، والشاب اللي شفناه في اسماعيليه من كام اسبوع هو بيقتل ماشي بالسيف وبيقتل الراجل وبيذبحه وبيشيل راسه وبيمشي بيها، وبعد كده اكتشفنا ان هو متعاطي لمخدر الشبو، وكان متعاطي اثناء اداء هذه الجريمه. ويرجع بعد كده الناس تسال وتقول ليه يا جماعه نسبه الجريمه بتزيد كل شويه، وليه بنشوف الجرائم في الشارع بالمنظر ده، وليه بنشوف الزوج بيقتل زوجته، ولا بنشوف الابن بيقتل امه ليه، ولا ليه بنشوف الشباب بتهرب بترمي نفسها في البحر، ونسمع بعد كده في كام واحد مات وغرقا وخلاص، وتاني يوم ننسى للاسف الشديد.